المركز الثالث قدام اوزباكستان اهل الوصول البراش. ترجع الكرة خطيرة، فما تسلل، فما تسلل من جديد، يمشي بالكرة مرة أخرى، حلوة برشا، حلوة، ادخل ادخل كرة على قرب كرة توزيع هدف جول. ما يبدع يعطي كرة مش ممكن، في كرة عن طريق ال 16 بيتش، بيتش مراوغة فنية، كرة خطيرة أسترالية، بيتش عرضية من مهر زاهر، حلوة فماش تسلل، فماش تسلل، هذه نستثمرها، هذه عرضية والكرة إلى كرة عن طريق السومة، اضرب يا سومة، وصل يا سومة يا خريبين، على كرة عمر. هذا الهجومي والنجاعة كبرت بالأرقام والإحصائيات، بيستمر السومة إلى عمر خريبين، تحسن الجناك، خطيرة، 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 المراوغة موجودة، والتسديدة والهدف الأول. الهدف الأول للمنتخب الأسترالي، كانت خطيرة منذ البدايات، كانت واضحة، شوف الكرة هنا، فماش اللاعب المدافع اللي مشى غطى وقف قدامه باش ما يضربش الكرة، يشوت الكرة المنتخب الأسترالي ويسجل أول أهداف المباراة. 1-0 للمنتخب الأسترالي. صحيح أستراليا خلقت أكثر من فرصة، لكن الفرص كانت تقريب متكافية عدديا، ولو أنه نوعية جماهير المنتخب الأسترالي تهلل لهذه الأسبقية. حذاري التسديد، والحارس الحارس الافتتاح المباراة من جانب أستراليا. الكرة عن طريق هذه الفترة، الفترة التي تلي الهدف، تلعب وتسعى لحضورها الرابع على التوالي. ترجع كرة بضربة راس، وكرة عالية. هنديس يا سوريا، ممكن تقول لك الكرة لك مش ترجع، واحدة غريبة، الثانية طيب، تمشي كرة ملعبة طويلة، ترجع بضربة راس، ممكن، والتسديدة والكي، عديه عديه، عدي البحور الكل، وين حطيت؟ شوف هذه كرة غريبة، هذه كرة غريبة، قائم أول، قائم ثاني، بعض منهم دور ثاني، والكرة تمشي، ضربة ركنية. الجزائر، المغرب، تونس، مصر، من عرب افريقيا ومن عناها، هل يكون هوانا بحري في قادم اللحظات؟ حطها المسها، لو المس نقصها كان هدف، يرجع بالراس، حط الكرة فعلا لمسه يد، جول، لا 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 برا، ركنية لسوريا، تمشي كرة مؤيد، والكرة راسية، والدفاع تضغط هدف ان شاء الله، ترجع كرة، فيها دفاع، فيها دفاع مرتبك، ترجع يمشي عمر السومة، حط جول، جول 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 لسوريا، السومة يجرح والسومة يداوي، هناك سومة كوكب الشرق وهناك سومة كوكب الهدافين أو قمر الهدافين، هدف التعادل لسوريا، سوريا لا تستحق الخسارة هنا في موي. Syria only half clear. Ooh, long range effort. Providing the first save from Ibrahim Alma. Poor clearance out. Milligan. Kroos making the run into the box. He is the only Socceroos player in there at the moment, though. Oh, that's going to fall kindly to Lecky. Big chance. Balloons it over the bar. First clear-cut opportunity to the Socceroos after a tame opening in tricky conditions. Soma gets to the ball first inside the box. Numbers streaming forwards for Syria. Into a dangerous area. Another big chance. And Kerbin can't convert. Didn't have much space to work with, but that's the closest the home side have come. And a warning. Australia on the hunt for a goal before half-time. Lecky! Australia have their goal. Kroos claims the final touch. Syria have defended resiliently but fallen asleep just before the break. And it's an away goal, and it's advantage Australia in the road to Russia. It's clinical. Can he keep Syria's fairy tale alive? Al Soma against Matt Ryan. Huge moment. Up steps Al Soma.
and he scores! Syria draw level. Syria keep their fairy tale alive. The Arabian Zlatan converts into the roof of the net. And Malaysia, Syria's temporary home, goes wild. It's a deserved equaliser for Syria.